حياكم الله مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومتجددة نتواصل فيها معكم عبر برنامج عالم الصحافة ومن خلال شاشة قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي نعرض لكم ومن خلاله أبرز وآخر الأحداث الرياضية فيما يخص الصحافة الرياضية المحلية وكذلك العربية وأهم الأخبار في الصحافة العالمية. وكالمعتاد نبدأ جولتنا الصحفية الرياضية من الصحافة المحلية، ولكن من بعد الفاصل. حياكم من جديد مشاهدينا، ونبدأ جولتنا الصحفية الرياضية من الصحافة المحلية وعن أخبار نهائي كأس سمو ولي العهد. فإن التاريخ المقترح لموعد نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه اتضحت معالمه بشكل تقريبي الآن بعد تناول بعض الصحف لهذا الأمر اليوم. والآن فإن الجميع بانتظار تحديد الموعد المعين للمباراة الختامية التي ستكون كالعادة حدثا رياضيا مهما بالنسبة لكافة المتابعين لكرة القدم في البلاد. وبالانتقال إلى منافسات كأس الاتحاد كأس الاتحاد التنشيطية، فإن المباراة التي ستجمع الأصفر مع الأخضر يبدو أنها ستكون طاغية على المشهد هذا المساء، على اعتبار أن المنافسة ما بين الطرفين دائما ما تكون ذات طابع خاص إلى أبعد الحدود. ينتظر أن ترسل لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم خلال الأسبوع الجاري كتابا إلى ديوان سمو ولي العهد يتضمن مقترحا بموعد المباراة النهائية لكأس سموه على استاد جابر الدولي والمقررة في 9 أو 16 من يناير المقبل. ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في 17 من نوفمبر الجاري، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، ضمت الأولى الكويت حامل لقب الشباب برغان اليرموك ألف حيحيل الصليب والعربي، فيما ضمت الثانية القادسية وسلمية وكاظمة النصر الجهراء التضامن وخيطان والساحل. وتقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد. يتواجه القادسية مع غريمه العربي مساء اليوم على استاد الصداقة والسلام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد. وضمن المجموعة ذاتها يلعب في كاظمة مع برغان على ملعب اليرموك، كما ستقام 4 مباريات أخرى. ولا تحظى البطولة بأهمية كبيرة لدى الأندية باعتبارها تنشيطية، إلا أنها تمثل فرصة كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق واختبار مدى تعافي المصابين الذين اجتازوا فترة التأهيل ومشاركة من لم تسمح لهم الفرصة لخوض مباريات الفترة الماضية من لاعبي الصف الثاني. ومكمل معكم مشاهدينا في أخبار صحافتنا المحلية الرياضية. فالمحافظة على المكتسبات التي حققها فرسان القصر الأحمر خلال القسم الأول من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم تعد أولى أولويات إدارة الجهراء في الوقت الحالي. ومن هذا المنطلق فتعزيز الصفوف ببعض العناصر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد يعد خيارا متاحا بالنسبة للقائمين على شؤون الكرة هناك حتى يستمر الفريق في تقديم عروضه القوية. وبالحديث عن آخر شؤون أبناء بوحليفة، فإن القرار قد استقر لدى المعنيين على أصفر المنطقة 10 في الاستعانة باسم عربي ليشغل منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد استقالة المدرب الوطني بسبب تواضع النتائج. The
اتفق الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء على تطوير وتدعيم الفريق خلال يناير المقبل للدخول بشكل أقوى في المنافسة على بطولة الموسم، وأبرزها مباريات دوري فيفا الذي ستتوقف منافسته مدة شهرين، ويحتل الجهراء فيه حاليا المركز الثاني على سلم الترتيب. وقالت مصادر داخل النادي أن الفريق ينوي إبرام أكثر من صفقة محلية خلال يناير، ووضع أكثر من اسم جميعهم يشغلون مركز الوسط، رافضة الكشف عن الأسماء حرصا على سرية المفاوضات ونجاح الصفقات. أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل سيف العازمي وقوع الاختيار على التونسي مهدي بن حرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني المستقيل راشد البوص على أن يستمر في تدريبات الفريق حتى نهاية الموسم الجاري. وقال: بعد خسارتنا أمام اليرموك تقدم المدرب الوطني راشد البوص باستقالته إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بقبولها والموافقة على ترشيحنا للتونسي مهدي بن حرب الذي نعتقد أنه سيكون قادرا على تطوير الفريق نظرا لقربه من اللاعبين باعتباره محترفا سابقا في صفوف الفريق ويعرف كيف يتعامل معهم نفسيا وفنيا. وما زلنا مستمرين معكم مشاهدين في اخبار الصحافه الرياضيه المحليه، وفي اخر اخبارنا الرياضيه المحليه، فقد اقترن اسم النادي العربي خلال الموسم الماضي بقضية النقاط التي خسرها لصالح العميد ضمن دوري فيفا، والآن فإن الأخضر يعيش سيناريو مشابه ولكن في لعبة كرة اليد بعد القرارات التي تم اتخاذها ضده من قبل الاتحاد المعني بشؤون اللعبة. وبالبقاء في أجواء اللعبة الشعبية الثانية بالبلاد، فإن اللقاءات التي جرت بالأمس ضمن دمج اليد شهدت تحقيق أبناء مدينة الأحمدي لفوز صريح على نادي منطقة الفروانية بعد سلسلة من النتائج السلبية التي واكبت الفريق الشبابي خلال المراحل الماضية من عمر البطولة. عادت الأزمات من جديد تحاصر العربي وتدفع نحو تصعيد مع اتحاد كرة اليد في قضية النقاط، وهي مشروع مشكلة جديدة. فلم تمضي أيام قليلة على حسم القضاء أزمة النقاط الثلاث الشهيرة مع الكويت في منافسات دوري كرة القدم الموسم الماضي، حتى أطلت أزمة ست نقاط جديدة برأسها وضعت الأخضر على صفيح ساخن. فقد قرر مجلس إدارة العربي التقدم بشكوى للهيئة العامة للرياضة يتظلم فيها من قرار اتحاد كرة اليد بخصم ست نقاط من رصيد الفريق الأول للعبة بسبب مشاركته اللاعب محمد مجدي في ثلاث مباريات. استعاد فريق الشباب اتزانه متأخرا وحقق أول فوز له في الدوري العام لكرة اليد على حساب التضامن ب 28 هدفا مقابل 21 في المباراة التي جمعت بينهما أمس على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية في افتتاح المرحلة الخامسة من المسابقة. وكان الشباب أنهى الشوط الأول لمصلحته ب 21 هدفا مقابل 5 أهداف ليحصد أول نقطتين في سباق الدوري، ارتقى بهما إلى المركز التاسع، بينما ظل التضامن بدون رصيد في المركز الأخير. وتقام اليوم مباراتان حيث يلتقي كاظمة مع الفحيحيل، وتجمع الثانية بين الصليبخات وبرغان. ومع أخبار كرة اليد المحلية نكون شذي مشاهدينا انتهينا من الجزء الأول من برنامج على الصحافة والصحافة المحلية، لننتقل إلى الصحافة العربية وأهم الأخبار فيها من بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونبدأ جولتنا الصحفية الرياضية العربية من المملكة العربية السعودية.
في الاستعداد للمحفل العالمي الذي سيقام العام القادم في روسيا يبقى هو الشغل الشاغل بالنسبة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، حيث يريد الأخضر أن يدخل المونديال وهو بأبهى حلة. ومن هنا ومن هذا المنطلق فإن المباريات الودية ستدخل ضمن حسابات المنتخب اعتبارا من هذا اليوم، وبالتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رحلة المنافسة على اللقب القاري الذي ستستضيف بلاد زايد منافساته خلال عام 2019 يبقى هو الهدف الأسمى بالنسبة لكافة عناصر المنتخب الأبيض الذين دخلوا مبكرا جدا في مراحل الإعداد. يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم لقاء وديا أمام نظيره منتخب لاتفيا على الاستاد الوطني في لشبونة خلال المعسكر المقام في البرتغال، وتعد المباراة أولى توديات الأخضر بالمعسكر الحالي قبل أن يواجه منتخب البرتغال الجمعة المقبل في ودية رسمية تقع ضمن المباريات التي سيخوضها المنتخب السعودي في أيام الفيفا الحالية ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وكان الأخضر أكمل الأمس تحضيراته للمواجهة من خلال التدريبات الجماعية التي قادها المدرب الأرجنتيني باوزا. تابع منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم مناوراته الميدانية وأجرى أمس ميرانه الثاني في معسكر العين تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين للقائمة. ويستعد الأبيض الذي بدأ تجمعه بالعين أول من أمس لأداء تجربته الودية الأولى في مواجهة منتخب هايتي والمقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد خليفة بن زايد قبل أن يواجه المنتخب الأوزبكي يوم الرابع 17 من الشهر الجاري في التجربة الودية الثانية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعدادي طويل المدى قبل موعد نهائيات كأس آسيا العام المقبل. وللحديث أكثر عن استعدادات المنتخب السعودي فيما يخص منافساته القادمة إن شاء الله بنهايات كأس العالم روسيا 2018، يسعدنا أن ينضم معنا على الطرف الآخر من الهاتف والحديث أكثر عن هذه الاستعدادات الأستاذ فهد الجلعودي الإعلامي السعودي الرياضي. أخوي فهد، بداية حياك الله معنا في عالم الصحافة، وبالتأكيد سعداء ونسعد بهذا التواصل معكم دائما من خلال جولة الصحافة العربية. الله يحييك يا عزيزي يا حبيبي. نتكلم بداية أستاذي، توقعاتكم للأولية لشكل العام الذي سيظهر به المنتخب السعودي خلال لقاء اليوم الودي مع منتخب لاتفيا. شوف حبيبي، مباراة لاتفيا يعني يمكن كثر الحديث انها يعني المنتخب ليس من المنتخب القوي. نعم. وهذا الشيء يعني لدى الأغلبية الآن، لا هذا شيء خطأ. انت تتحدث عن منتخب لاتفيا احد دول البلطيق. نعم. عندما تقول احد دول البلطيق يعني تتحدث عن التكوين الجسماني، تتحدث عن الطول الفارع، تتحدث عن القوه. نعم. بالاداء، وهذا اللي احنا محتاجين. احنا محتاجين يعني نجرب كل التجارب. الفريق الان اللاتفي يعني منتخب من ايام منتخب روسيا، يعني يعتبر مثل مستوى منتخب الروسي واقل منه درجه قليله. نعم. فاحنا محتاجين هالمشاركه هذه جدا، وهي ستشهد مباراه اليوم يعني ستشهد مشاركة 4 أو 5 أسماء جديدة لأول مرة يعني تلعب بمباراة دولية. نعم. نعم. فتجربة مفيدة جدا، يعني لا يتصورها البعض أنها هي صحيح مباراة ستكون رسمية. نعم. لكن هذا الشيء لا يمنع أن المواجهة هي قوية جدا ونحن محتاجينها، والمنتخب اللاتفي يعني اختيار موفق لإدارة المنتخب. نعم. طيب أستاذ فهد، قبل ما أسألك عن المكاسب اللي حققها المدرب السابق للمنتخب السعودي واللي وصل مع المنتخب إلى نهاية كأس العالم بروسيا 2018 المدرب الهولندي فان مارفيك، وقبل ما أسألك عن هل باستطاعة باوزا أن يحافظ على هذه المكتسبات، خليني أسألك بداية في الشق الأول، هل أنت كمتابع رياضي وإعلامي سعودي رياضي من المؤيدين في وقت الاستغناء عن مارفيك وإسناد المهمة إلى 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 باوزا؟ هذا بداية. ثانيا، هل تشوف أن باوزا راح يحافظ على المكتسبات اللي حققها المدرب الهولندي سابقا؟ شوف
انا لو تسالني عن رايي الشخصي انا كنت اتمنى استمرار مار لكن نعم. إيه لكن لما يصل الاتفاق مع الاتحاد السعودي يعني انا اقول لك يعني شيء المار كان يريد ان يدرب المنتخب السعودي في كاس العالم تخيل نعم. تخيل يا عزيزي تخيل يريد ان يدرب كاس العالم ويحل نعم كان يريد يحلل احد القنوات الهولنديه نفس توقيت تدريب المنتخب السعودي في بطوله كبطوله كاس العالم نعم محتاج فيها جد. واما المدرب باوزا انا طبعا معروف انه ملك الطريقه الدفاعيه مدرب يعني عنده خبره كبيره باللعب الدفاعي طبعا احنا نعم. ما كان امام كاس العالم نلعب كاس العالم محتاجين نلعب بطريقه دفاعيه متوازنه وهذه نعم. هذا الشيء يعني يجيده المدرب باوزا نعم. فاختيار موفق ان شاء الله مدرب باوزا نتمنى ذلك استاذ فهد وبشكل سريع اذا احب اسالك عن استعدادات الهلال فيما يخص نهائي دوري ابطال اسيا وشلون تشوف مثل هذه المباريات التي يقوم بها المنتخب السعودي بما انه يضم لاعبين من الهلال هل تشوف ان تكون خير استعداد فيما يخص نهائي دوري ابطال اسيا نعم نعم الحين طبعا على عجاله يعني فريق الهلال الان في معسكر ابو ظبي ان شاء الله يعني نعم المباراة النهائية وإن شاء الله يكون المعسكر هذا مفيد لفريق الهلال إن شاء الله شاركة لاعب المنتخب طبعا راح نلعب الجمعة مع المنتخب البرتغالي القوي نعم. وبعدها يقدروا لا يستمرون اللاعبين أما لاعبين هل يقدروا للمعسكر إن شاء الله طبعا بالعكس مباراة مثل هذه يعني قوية مع البرتغال ومع الفريق الهاتفي هي مهمة جدا فإن شاء الله إن شاء الله يعني إن وجود الهلال لاعب الهلال مع المنتخب هذا وجود شيء جيد للمباراة النهائية اللي صراحة لعبها الهلال هذا يعني دافع لهم جميل جدا إن شاء نعم الله نعم كل التوفيق للفريق الهلالي بنهائي دوري أبطال آسيا وكذلك التوفيق الأكبر إن شاء الله للمنتخب السعودي في مبارياته الودية وتأهبا إن شاء الله للقاءاته ولعبه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا كل الشكر للأستاذ فهد الجلعودي الإعلامي السعودي الرياضي على انضمامه معنا في فقرة الصحافة العربي ومكمل معكم مشاهدينا في أخبارنا العربية في دوري نجوم قطر لا يعطي حسب التجارب السابقة الفرصة لأي مدرب بأن يستمر في الوقوع بالأخطاء التي تجر إلى نتائج سلبية وهذا الأمر وقع مع أكثر من مدير فني ووجه مباشرة بإقالته وهذا السيناريو تكرر الآن مع النادي العربي الذي قام بتوديع مدربه التونسي على الفور وبالتحول إلى جمهورية مصر العربية فإن اتحاد الكرة في المحروسة لم يستقر حتى اللحظة على اسم المدرب الذي سيقود أولمبي الفراعنة غير أن الأسماء المقترحة تكاد تكون هناك شبه إجماع عليها أشار المدرب الأسبق لنادي العربي القطري قيس اليعقوبي في أول تعليق له على قرار إقالته مساء أمس أنه يحترم قرار إدارة النادي أو اختياراتها مؤكدا أنه سيقوم اليوم بالاجتماع معهم من أجل استكمال إجراءات فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الفريق قد قررت في اجتماعها الأخير برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن جبر الثاني الاستغناء عن خدمات اليعقوبي وفسخ عقده بالتراضي وذلك عقب تعادله في اللقاء الذي جمعه بالخريطيات قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إلى نهاية شهر نوفمبر الجاري لدراسة كل الأسماء المطروحة وعلمت الوفد أن الاتحاد خلال جلسة الأمس تطرق للحديث عن تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن غريب هو الأنسب لتولي المهمة في الوقت الحالي وتتجه النية لتعيين معتمد جمال مدرباً عاما ووائل رياض مدرب مساعد وكمال عبد الواحد مدربا للأحمال فيما لم يتم حسم اسم المدير الإداري ومدرب حراس المرمى ومن بعد الأخبار في الصحافة المصرية والجولة العربية نصل مشاهدنا الآن إلى أهم الأخبار في الصحافة العالمية ولكن من بعد الفاصل We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا وجولة الصحافة العالمية، وبدايتها مع الملحق الأوروبي الخاص بمونديال روسيا 2018. فيرى المدير الفني للمنتخب السويدي أن منافسه الأزوري صاحب التاريخ العريق والإنجازات هو الأوفر حظا لبلوغ المونديال، فيما ذكرت صحيفة بريطانية شهيرة أن الفيلسوف الإسباني حقق هذا الموسم أفضل بداية له في مسيرته التدريبية. تحدث جان أندرسون مدرب منتخب السويد عن مواجهة إيطاليا في ملحق التأهل لكأس العالم 2018. نشرت صحيفة كوريري تصريحاته التي اعترف من خلالها بأن الأزوري هو المرشح الأوفر حظا للتأهل. وقال أندرسون: المنتخب الإيطالي يتمتع بقوة كبيرة في الجانب الجماعي، هناك لاعبين مميزين على المستوى الفردي قادرين على هز الشباك في أي توقيت. وأضاف: لا يوجد شيء في العالم مرغوب مثل التأهل للمونديال، لكن بالنسبة لي لا أشعر بأن ضغط كل البلد يقع فوق كاهل. أداء كبير يقدمه فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن السيتيزن من حصد 31 نقطة في 11 مباراة لعبها، بتحقيقه 10 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وبفارق أهداف وصل إلى 31 هدفا، ليحقق غوارديولا بذلك أفضل بداية في مسيرته كمدرب بعد مرور 11 مباراة من بطولة الدوري. ومن أخبار المنتخبات الأوروبية والملحق الأوروبي إلى أهم الأخبار بالأندية الأوروبية، وبالتأكيد مع ملك أوروبا النان المرنجي. فأبرزت وسائل الإعلام الإسبانية هناك خبرا يخص رغبة رئيس الملكي في التعاقد مع الجوهرة البرازيلية ليكون خير خلف لصاروخ ماديرا، كما خصصت مساحات أيضا لتسليط الضوء على أسماء كبيرة انخفض مردودها بشكل واضح على عكس المواسم الماضية. أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تراجع مستوى كريستيانو رونالدو مع فريقه ريال مدريد قد يدفع إدارة النادي في التفكير بالبحث عن بديله بالصيف المقبل. وذكرت صحيفة سبورت أن الرئيس بيريز يفكر في ضم بديل قوي لرونالدو. وأكدت الصحيفة على أن كريستيانو يفكر في عدم التجديد للميرينجي بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، كما أن عامل السن وبلوغه 33 عاما قد يدفعه للرحيل. كشفت التقارير على أن بيريز يدرس التعاقد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ليكون بديلا لرونالدو داخل الكتيبة الملكية. يعاني نجوم ثلاثي كبار الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ولويس سواريز وأنتون غريزمان على الترتيب من بداية ضعيفة جدا في الليغا بهذا الموسم. الدولي البرتغالي رونالدو خاض 7 مباريات سجل فيها هدف وصنع هدفين، بينما خاض الأوروغوياني لويس سواريز 8 مباريات سجل فيها 3 أهداف وصنع هدف واحد فقط، في حين خاض الفرنسي غريزمان 9 مباريات سجل هدفين وصنع هدفين. والسؤال الذي يطرح: هل ستستمر تلك المعدلات الضعيفة في المستقبل؟ ومن أخبار الصحافة الإسبانية والنادي الملكي إلى أهم الأخبار بالصحافة الألمانية، وبالتأكيد مع بايرن ميونخ الألماني. فبعد انخفاض مستوى الجناح الفرنسي المخضرم، تفكر إدارة البافاري بقوة في ضم بديل له، وذلك عبر التعاقد مع نجم بي اس جي وبالذهاب إلى عالم الليغ 1. فإن سوبر ماريو دخل التاريخ من الباب الخلفي بسبب البطاقات الحمراء التي نالها مع فريقه الفرنسي. يستهدف
نادي بايرن ميونخ التعاقد مع الدولي الألماني جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان لخلافة اللاعب المخضرم فرانك ريبيري. وذكرت صحيفة بيلد أن دراكسلر سيكون خيارا جيدا للفريق البافاري في الموسم المقبل، وسيكون هدف الإدارة الرئيسي بالصيف المقبل، وينتهي عقد ريبيري بنهاية الموسم الحالي. وأشارت التقارير إلى أن إدارة البافاري لن تمنحه عقدا جديدا بسبب تذبذب مستواه نتيجة سلسلة الإصابات التي تعرض لها مؤخرا. أثار ماريو بالوتيلي مهاجم نيس أزمة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ديجون ضمن منافسات الدوري الفرنسي. وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن بالوتيلي مهدد بعقوبة مشددة من لجنة الانضباط بسبب استمراره في الملعب للاعتراض على قرار الحكم بطرده. وذكرت الصحيفة أن سوبر ماريو نال البطاقة الحمراء الثالثة مع نيس منذ انضمامه إلى صفوفه مطلع الموسم الماضي، ليكون أكثر مهاجم حصولاً على كروت حمراء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وما زلنا مشاهدين في جولة الصحافة العالمية، ولكن هذه المرة بعيداً عن الكرة أو كرة القدم وقريبة من كرة التنس بالتأكيد. فحرمت الإصابة التي تعرض لها الصربي من تواجده في بطولات التنس الكبرى، وليس ذلك فحسب، بل جعلته خارج قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ عقد من الزمن. أما بدوري NBA فقد حقق نجم روكس أفضل إنجاز بمسيرته فيما وصل العملاق ليبرون ورفاقه تخبطاتهم بالبطولة. خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش لأول مرة منذ 2007 من قائمة المصنفين العشر الأوائل في عالم لاعبي التنس للمحترفين. وتراجع ديوكوفيتش الغائب عن الملاعب منذ يوليو الماضي بسبب الإصابة من المركز السابع إلى المركز الثاني عشر. كما تراجع البريطاني أنديا موراي الغائب أيضا منذ فترة بسبب الإصابة من المركز الثالث إلى المركز السادس عشر. واحتفظ الإسباني رافائيل نادال بالصدارة، ويليه السويسي روجر فيدرر دون تغيير. حقق جيمس هاردن أفضل رقم في مسيرته الاحترافية، حيث سجل 56 نقطة و13 تمريرة حاسمة ليقود هيستون روكرتس إلى الفوز على يوتا جاز ب 137 نقطة مقابل 110 نقاط ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. بدوره تعرض كليفلاند كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي لكبوة جديدة على ملعبه، وخسر أمام ضيفه أتلانتا هوكس ب 115 نقطة مقابل 117 نقطة، لتكون الهزيمة السادسة لرفاق النجم ليبرون جيمس هذا الموسم مقابل 4 انتصارات. ومع أخبار الـ NBA كرة السلة الأمريكية، وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من عالم الصحافة. لقاءنا يتجدد بكم إن شاء الله في حلقة الغد، وأخبار متنوعة وجديدة ورياضية بالتأكيد سواء على المستوى المحلي العربي وكذلك العالمي. إلى ذلك الحين في الساعة 12:30 إن شاء الله بنكون معاكم على الهواء وأخبار جديدة ومتنوعة بالتأكيد. كونوا على موعد. شكرا لكم على حسن المتابعة، طبتم وإلى اللقاء.